على كل واحد عنده مريض شوف خليها بالك وخلي الاعلام يوصلها ماكو لا كانونا ماكو لا مغذي اكو وكل شيء عندك مريض تروح للامل كل شيء يسوون لك كل شيء موجود بفلوسك طبعا بفلوسك واحنا مضطرين غصبا علينا ابونا مصمود وما صمت ابونا الا الاحزاب وهي نتيجتها هاي نتيجتها ماكو لجان لا شكل لجنه ولا ميشن هاي كلاوات بعد ماكو لجان شكل لجنه ماكو انا جاي اقول لك لجنه ماكو غيق وميشن وهاي السوالف ماكو لجنه يعني ابو البصره انا واقف على الكادر مال البصره ابو البصره اجن تقريبا 20 سياره مال الاسعاف اقلاص مال ماي ما قدموا لهم احنا قدمنا لهم ذول مضاري يعني هو هذا بلد بلدنا يتصال ليش شرفك انت هسه لو هو المسؤول هو مدير المستشفى يا اخي مدير حبيبي مدير المستشفى سلامه يتعدى واحد ما اجى بالليل على شنو هاي الشباب تروح بشرفك يعني انت ما تخبك الخيره يعني هو هذا صارت الشباب تنباع جمله يا اخي قلوا لنا لا يسامونا على مود نطلع نحفون من البلد ونطلع خارج العراق خلاص هاي بس صوره والله مؤلمه بس معلومه للاعلام ثق بالامام الحسين هاي الشباب كلها اللي اجت هم ذولا متظاهرين وهم ذولا الشرفاء ونعل على روح أم وابو اللي يعادي كل واحد متظاهر ان كان صغير وان كان كبير وذولا الشرفاء ترى لا اجى امس حزب ولا اجى امس مسؤول ولا اجى اي بشر ما اجى بس اجت المتظاهرين الشباب الشرفاء ها هذا اللي شفناه المتظاهر وكل الاعلام نقلهم وكل الاعلام نقلهم ونعل على روح أم وابو من حزب من كبير من معمم اللي يقول هذا حكي كذب بعد العباسي فضل ملينا ملينا حرقونا قتلونا نهبونا بالعباسي فضل ملينا ماكو جحت يعني ملينا نريد نعيش ملينا وكذلك العباس نطلع مظاهرات قالوا جوكرية قتلونا بالشارع على دمنا هسه اكسجين ماكو البحر حرقونا والله ملينا كذلك العباس ملينا قاد عملية تجينا يرمينا كذلك العباس ملينا بعد ما تصور ما تصور يعني انك يا ماتت لا جهل فقط لا ناس والله ملينا لا عنا قوت الا بالله والله ملينا